أعزائي المشاهدين في كل مكان، السلام عليكم. مباراة جديدة من بطولة العالم بلعبة ليج اوف ليجند 2023، مباراة كتير مهمة نتوقع لها يعني أشياء كتير. ولكن مين معنا اليوم؟ معنا سمولي بالكاستينج معي بهاي المباراة. مرحبا يا سمولي، كيف الحال وشو رأيك بهاي المباراة؟ أهلا جدا. طبعا مباراة من العيار الثقيل بين الفرق الصينية الكبيرة، عندك المقعد الأول والمقعد الثاني من البيل، ففريق يعني متعودين على بعض، نفس البلاي ستايل، نفس طريقة اللعب، يعني عندهم انه ياخذوا دائما شخصيات اجريسيف، يعني ما يحبوا ابدا انهم يلعبوا شخصيات سكيلينج، دائما يحبوا يلعبوا شخصيات تعتمد على الايرلي ميد جيم، يعني هم عارفين بعض فحيكون جدا جيم ستوري. اذا بهي المباراة عم نلاحظ انه يعني فريق جي دي جي عنده رينيكتون، جارفان، عنده كاليستا، يعني عنده وسائل كتير ليقدر يعمل انجيج بطريقة كتير مميزة بهي المباراة، بينما فريق بي ال جي امبارح كان عم بيلعب بتاكتيك او بسيت اب مختلف تماما عن اليوم يلي هو عم نشوف فيه اتروكس وفاي وتاليا وكايسا. عم لاحظ يا سمولي انه تاليا وكايسا يعني في بيكات عم تتكرر كتير، وكمان عم بيكونوا مسيطرين كتير على الدامج، فمين برايك له الافضليه كبيكات بهي المباراه قبل ما نبلش وندخل بالحماس تبع الفايتات لانه قربنا؟ يعني في لينات في الجيم يعني فيها شويه يعني صار لهم كاونتر بيك، وفي لينات يعني برضو عندهم القوه، يعني بتلاحظ ان في التوبلين يعني شخصيه رينيكتون يعني من الشخصيات اللي يعني عندها كاونتر جدا قليل، لكن ايتروكس يعتبر من الشخصيات اللي تقدر تصمد ضد رينيكتون، يعني ممكن يقدم نفس الشيء. لكن في الجنجل طبعا جنجل ما حد يهتم لانه يعني كل واحد اخذ شخصيه، لكن البوتلين زي ما قلنا انت تكلمت على التالي شخصيه يعني على طول كانت كاونتر بيك لكاليستا، انه تمنعها ان مثلا تسوي الكايتنج، تسوي الباسيف، انها تسوي جمب، مجرد ما تحط تالي لي يعني يعطيها على طول سنت. في نفس الوقت اخذوا فاي كاونتر بيك، اخذوا يعني تالي وفاي وبليتز، كل هذه شخصيات كاونتر لبوتلين جي دي جي. تمام، وعلى هالسيره حلو، وعلى السيرة عم نلاحظ هلأ انه بلشنا نشوف ممكن بهي المباراة بأي لحظة يصير كل، لانه في عنا شخصيات بتسحب مثل بليدز، يعني سحبة واحدة من بليدز ممكن تأدي لكل. منلاحظ الفيجن ليك مكان الوردات بفريق بي ال جي، كيف شافوا جارفان قبل ما حتى يفكر انه يعمل اي نوع من انواع الجانك وياخد فرس بلاد، بليدز شوي قريب على الماكس رينج كان حيلقط كاليستا، ولكن كاليستا قدرت تهرب. وبنفس الوقت ما بعرف اذا المخرج حيعطينا شو عم بيصير بالتوب لين، لانه حاس انه اتروكس شوي عم بيدفش عليكم. عطانا يا سلام المخرج الاجنبي عم بيسمعنا يا سمولي، واتروكس حاليا عم بيفكر انه يعمل اي ضغط. نعم صعب صعب صعب. وبنفس الوقت الميد لين لسه يعني لسه ما بعرف فيرست بلاد وين بدها تكون بهي المباراة، هل حتكون بالميد ولا بالتوب ولا بالبوت؟ ما بعرف، شكله البوت هو الأقرب للأوراق بسبب وجود بليدز، ولكن فاي عم بيحاول هلأ يعمل حركة التفاف على البوت لين. ولكن شوف البروفيشنال ليج يا حبيبي، شوف الوردات، شوف الفيجن، كل شيء منشاف، ما فيك تعمل شيء بالخفاء يا سمولي. بالضبط، يعني اللي قاعد يصير حاليا تكلمت على الوردات، يعني هذه اشياء صارت بديهيه في الاجيام اللي من الطراز. بليدز بيسحب، يا حرام محاوله من بليدز، ولكن كايسا بتطلع بطاقه قليله، بليدز طاقه قليله، محاوله كتير حلوه كانت، ولكن قلب السحر على الساحر. بي ال جي كان بيحاول عن طريق بليدز ياخذ الفيرست بلاد تبعه، ولكن قدر جي دي جي انه يعمل له كاونتر، ومو بس هيك يكملوا بوش. لاحظ هلا البوش هي تبع البوت لين حتعطيهم الافضليه انه ياخذوا الدراغون، لانه خلاص البوت لين كله رجع، وبنعتقد انه اول دراغون رايح خلاص لعند جي دي جي. وتتوقع انه هي هي بداية الانتصار لجي دي جي ولا لسه بكير كتير نحكي على الموضوع؟ لا لسه، اكيد ما هو اول دراغون في الجيم اللي يعني حيعطيك يعني الجواب النهائي اللي انت قاعد تسأله. زي ما تكلمت على التريد، يعني مجرد احيانا في تريدات بتصير في اللين هي اللي بتسمح لك انك تسوي بلايز مثلا زي الدراغون، مثلا بلايز زي الدايف، بلايز زي مثلا كروس ماب، الاشياء هذه الريفلي، يعني حالة اللينرز هي اللي تسمح لك. وانت لاحظت انه بليد سوى هوك، مجرد انه قال انا اذا جاء الهوك يعني هنقدر نسوي اولين، لكن ثم قلت انقلب السحر على الساحر، قلبوا عليهم الفايت، وبذلك اضطروا انه فريق بي ال جي يسوي ريكول
ومننا قدروا انه ياخذ اول دراجون لور كيمتك، فهذا يعتبر افضليه جدا كبيره للفريق. بالوقت الحالي اتوقع انه واحد من الفريقين يعني بس بده ياخذ الفيرست بلود، لان الفيرست بلود بهيك مباريات اتوقع بيعطي راحه نفسيه، بيعطي ثقه بالنفس انك انت تاخذ فيرست بلود كلاعب كفريق، كتير بيعطيك راحه. صحيح احنا ما دخلنا الادوار النهائيه لسه ببطوله العالم، ولكن هذا كله كمان في مشاهدين، في لايف، في ضغط نفسي عالي، وبنفس الوقت عم نلاحظ انه بليتز اخذ المحاوله لياخذ الفيرست بلود، ولكن قدر كاليستا يبعد، ما عم بيقدر يحصل على الكل. بليتز من خلال البولز اللي عم يحاول يعملها، فاي موجود، محاوله ايضا من تالية انه تقترب، ولكن ما عم بيصير لسه الفايت اللي بيعطي كل لأي من الفريقين. واتروك سوريني فوق نازلين ضرب ببعض، خدني جيتك، خد هي هات هي. وعم نلاحظ هلأ كمان مرة تانية محاولة لابليز، هحاول يا الله خلص، يعني ما فيك تحذر امتى حيصير الكل، ولكن هاي الفايتات مطولة. شكل الفيرست بلاد لبعد العشر دقايق، شو بتتوقع؟ اكيد يعني هذا اللي قاعدين نشوفه حاليا، انه كل واحد يعني لو بتلاحظ انه الفيرست بلاد يعني دائما يعني في نظام السولو كيو، طور السولو كيو، فتعتقد انه شيء عادي انك تاخذ سولو كيل، يعني تقول انه ما راح يرتب في الجيم، لكن هنا عندهم انه انك انت ما تبي تكون الفريق اللي يعني يكون عندك يعني نقاط ضعف في الجيم، يعني ما يبغوا يوروك فكره انه مثلا التوب لين يقدر انت تسوي له دايف، تقدر تعاقبه في الجيم مثلا، ولا الميد لين. في شخصيات في الجيم اللي تلاحظ عندك فاي التيميت، الجيفورتم، هذه التيات تسوي لوك داون لاي شخصيه تحاول تقنك، لو رحت الميد لين يعني فلاشك هو اللي ممكن يفيدك، لكن هذا الشيء راح نشوفه الان متوجهين كل الميد لين ناس خلاص فاهمين. نعم اذا يا فلاش من بليتز، يا الله إيفاي ممكن تعلى مع فيكس بهاللحظه هاي، جارفان بيفوت بالتي وبيحاول يفوت يعمل، ولكن دخل سريع من كايسر بالتي، جارفان بيحاول يفوت والفرز بلاك للفيكس، يا حبيبي فاي بتروح عليه، وكايسا بتاخذ الكل على جارفان ومحاوله الضغط، ولكن الفلاش بتسرع فيها لفوق، بيلحقوا فيكس، وفيكس بياخذ الكل، كاليستا بياخذ الكل، بليتز بيحاول يسحب، وانتهت الفايت بثلاثة واحد. يا الله على تقدم جي دي جي، جي دي جي بيثبت مهاراته بثلاث كلات مقابل كل واحد. يا حبيبي هل حيقدر جي دي جي ياخذ هالمباراة بعد ما حصل على اول دراجون، على ثلاث كلات وعلى تقدم بالجولد بحوالي الالفين جولد؟ شو رايك بالريبلاي وشو رايك باللعب الاداء يا سمولي؟ كان الفايت اول شيء بدايته من بليتز حاول انه يسوي الفلاشوك على النو فلاش كاليستا، لكن اضطروا انهم يرجعوا، وفاي قدروا انه يحصل مدفعين في وجهه، حصل الفيكس قدامه، حصل جيفا، قدروا انه يفرلش، لكن الكمباك العظيم من فريق جي دي جي والريناتا دبليو قدروا انهم ياخذ الكل الاول ويسوي جيفور ريست، بما انه ذلك يؤدي انه يسوي بيت للتيم، يعني جيفور بالريل دبليو قدروا انه يرجع للفايت، اخذوا ثلاثه كلات مقابل واحد، فهذا الشيء يعني دائما وورث لفريق جي دي جي. وفريق جي دي جي من الفرق اللي انت ما تبي تعطيهم ليد ابدا، يعني عندك شخصيات زي رولر، عندك زي كنابي، عندك زي نايت، هذه شخصيات لحالها تخوف، فما بالك لما انت تعطيها ليد. لكن بليز يحاول يعني يدغدغ الانمي تيم، يحاول يمزح معهم، يلعب معهم، لكن زي ما قلت لك عندهم شخصيات جدا عظيمه ما تحتاج لي. فالثلاثه كلات في فايت واحد صدقني راح ياثر على فريق بيلجي. والله ثلاث كلات دراجون، عمليه ولاحظوا مو بس هيك، رفت كمان، لا المباراه رايحه باتجاه جي دي جي بشكل كتير كبير. هل يعني معقول بي ال جي يرمي المنشفة مثل ما بيقولوا، يستسلم بعد امبارح ما انتصر وفرجان اداء كتير عالي، ولا يرجع يعمل كمباك، لانه هو فريق من الفرق المختص بالكمباك وشاطر كتير. بنلاحظ انه بليتز حاليا التقط، وممكن كاليستا ياخذ عليه الكل، شكله كاليستا اخذ عليه الكل، نعم كل كتير واضح وصريح. بليتز ما بعرف شو عم بيساوي، ما بعرف شو عم بيفكر، انه عم يعمل ريكول هي المنطقة، انت بقلب ارض الخصم ليشك عم تساوي، ما بنعرف. لاحظ العامل النفسي بيختلف بالقلب المباراة بالتحولات، وبنفس الوقت عم نلاحظ انه لهلأ ريني وآتروكس عايشين بسلام بالتوب لين، وهي اول فايت بيناتهم نلاحظها. ريني بيعمل الالتيمت تبعه وآتروكس بيعمل، ولكن ما حيصير في كل، صعب يا حبيبي. عم نشوف الدراغون الثاني عم بيسقط، جي دي جي يعني سيطرة كاملة على المباراة لهاللحظات هاي،
وما بعرف يا سمولي شو رأيك بهذا الوضع. وأهلا يا دودي، ويلكم، تفضل. يعني زي ما قلت أنت صراحة غطيت على كل النواحي. فريق جي دي جي قاعدين يسووا كنترول كامل للجيم، يعني الميدلين هو الشخصية الوحيدة اللي دائما بتحصل عندها برايو، لكن بتشوف تحركات تالية جدا غلط. هنا بليز كان يعني المفروض ما يسوي ركوين، لأنه كاريستا شكت أنه متواجدين في الجنجل، لكن فاي ترك بليت لحاله، بليت صور ريكول في مكان جدا غلط. لكن الان رولر عنده ايتم ممكن اهد عنده، يتوجه للبليد اوف دروين كينج. مجرد ما يجيب الايتم هذا خلاص كاريستا يعتبر من الشخصيات اللي فول ايتمز مجرد ما تجيب اول ايتم. لكن كيف حتى الحق الجيم وانت تلعب يعني بلد لثلاثي كاريستا مع الاي بي ضد شخصيات اوريدي اوفر فيت ومتقدمين في الجيم؟ يعني خلاص احس انه فريق بي ال جي لازم يلعبوا حظ، يعني او انهم يلعبوا على طريقة انه مجرد هوك واحد وتاخذ الكل، يعني نظام البكات مجرد ما تسوي تاخذ كل واحد انت هنا ممكن تقدر تبدأ. نعم، بالنسبة للتوقيت الحالي للمباراة، وطبعا شفنا ريكول من اتروكس فوق ما بده يضيع اي ثانية. ريني بعد ما عمل البوش تبعه فوق نزل لتحت ياخذ شوي من الجنجل تبع صديقه جارفان، قال له معلش يا حبيبي خليني اخذ شوي، لحنا اصدقاء وحبايب، خليني شوي زيد من جولداتي، لانه جولداتي وجولداتك واحدة. عم نشوف انه في ريفت راح بالنص وبلش يضحك سمولي، ومتى ما سمولي ضحك معناتها في زبادي، وبلش بليتزي حاول انه يعمل سحبات من فوق لتحت، ولكن ما عم بيقدر بهذا التوقيت يعمل شيء. لغايه الان بليتز ما شفنا منه فعاليه عاليه، وحرام يعني ما عم بيطلع بايدهم. بصراحة الموضوع متجه تماما لجي دي جي، مثل ما قال سمولي جي دي جي بالوقت الحالي مو ناقصه غير تقدم بالتوب لين، يلي هو لهلأ لسه في تعادل، تماما تعادل خلينا نقول سلبي بالتوب لين، بصفر كلات لكلا اللاعبين لحالهم بكوكب عايشين لحالهم، ما حدا عم يقرب عليهم. فاي عم بتفكر بهذا الوقت، خليني جرب اعمل جانك يمكن على التوب لين، ولكن كل ما تجي لتقرب لتجرب بتشوف انه مستحيل تقوم تعمل ريجول تماما، مستحيل ما فيك تحاول تجنك، لان هذا انت زي ما تقول قاعد يعني بتصرف، يعني زي ما تقول اشياء انت ما تحتاج، مثلا ممكن فايت تستخدم الفلاش تستخدمها في النهايه ما راح تستفيد، يعني لانه خطه الماتش ابدا ما تعتمد على التوب لينرز مثلا لازم يتقدم. هو اذا كان اللين مثلا فري تو جانك او فري تو بانش انك تعاقب هذا اللين عايد روح جنك خذ الليد، لكن انت ما تبغى هذا الشيء، انت تحتاج فلاشك، تحتاج فاي التيميت، تحتاجهم كلهم عشان تفيد اذا لا سمح الله صار فايت في الدراجون، صار فايت بروتلين. لكن بليز هنا ممكن يسوي كاتش على ريناتا، ممكن تستخدم فلاش، لكن ما في حد، لا ما في حد، ما شكل الفايت ما حتصير الفايت للاسف، مثل ما قلنا ما عم بيصير شيء. ولكن بهاللحظات هي تاليا بتحاول تقرب كمان وبتفتح الطريق، بتشق طريقه بايدها، بيقول لك لازم تدرس، لازم تتعلم، لازم تقبل، نفس الشيء عم تساوي تاليا، ولكن ما عم تفلح بشيء، عم تفتح طريق ولكن هذا الطريق مسدود يا حبيبي مسدود. جارفان بيحاول يفوت لجوا وياخذ بليتز، سحب سحبه كثير مهمه على فيكس، فيكس عطوا كثير هنا بيستعمل الزولي باخر ثانيه، بنفس الوقت جارفان بيحفوت لجوا بيحاول يكمل البوش، الجرين كلون بالالتي تبعه بيحاول ياخذ تاليا وبيقطع راسها، وبنفس الوقت بنلاحظ ضغط كثير تحت التاور، الكلات عم تنهار واحد ورا الثاني، وفاي باخر انفاس ما صفي غيرك يا اتروكس يا حبيبي يا مسكين يا اتروكس، خلاص اول ايس المباراة واضح وصريع وتريبل كيل يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد. اذا نادر كاليستا الله عليك يا حبيب والديك انه يفرجينا انه النتيجة رايحة لجي دي جي، العلم تبع جي دي جي بيرفرف، قاعد عم بيشرب يا حبيبي، شفته على الكام قاعد عم بيشرب، عم بيطقطق بالمباراة ومرتاح. انا اللي لازم اشرب مو هو اللي لازم يشرب بعد المباراة. شو رأيك يا سمولي باللي عم بيصير؟ يعني انا لاحظت انه فريق بي ال جي دائما هم الفريق اللي يبدو الفايز، يعني بليتز هو اللي دائما يحاول انه يجيب البكات، لكن دائما قاعد ينقلب عليهم، دائما جي دي جي جاهزين فاهمين هذه الاشياء، اذا صار منها هوك موجود الرينات في الدبليو، موجود الباك اب من هذا التيم، لكن فريق جي دي جي جابوا يمكن اسرع ايس عندنا في بطوله الوردز لهذا السنه، قدروا انهم ياخذوا الكلين ايس من فريق جي دي جي. لكن الان خلاص كاليستا جرد ايتم واحد خلاص شيز فل 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 ايتم تعتبر هذا الشخصيه. فيكس نفس الشيء، يعني عندك شخصيات زي جي فور مجرد انه استخدم الالتيميت انتهى الفايت خلاص يخلص، لكن فريق بي ال جي المصممين انهم يسووا فايتات هم اصلا مو في حاجتهم، هم حاليا يحتاجوا
انه بيسووا يعني هولد الجيم يحاول مثلا يسووا سكيل وانه أوكي. هذا الشيء مو بصالحهم لكن فايت 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 عند الدراغون فاتوا عند الدراغون جارفان جارفان اخذ الدراغون الثالث وكمل بالتيمت يا الله جارفان قدر يسرع الدراغون بي ال جي بي ال جي كانوا بحاولوا ياخذوا اول دراغون ولكن قلبوا عليه والطاوله جت يالو لا اخذوا الدراغون انك تنفلت على الفايت وعمل التيمت وقتل التاليه بنفس الوقت اتروكس قدر ياخذ جارفان واتروكس عم يحاول يرجع لورا رينيك تول التمساح مكمل اتروكس خلاص دبل كيل كاليستا كاليستا بالوقت الحالي مسيطره مهيمنه مثل ما قال سمولي كاليستا خلاص صارت غير طبيعية عن Unstoppable Force يا حبيبي 7-0-3 كاليستا مين بده يقدر يوقف هالكاليستا وجي دي جي ب 12 كل مقابل 4 ب 3 دراجونات ب 33500 جولد عم نحكي عن 7500 جولد رجع للفايت نشوف يلي صار بي ال جي هن اللي بلشوا الدراجون ولكن اجا جي دي جي بقيادة الزعيم جارفان ملك هالغابة واخذ الدراغون وكملوا الفايت لاحظ شلون رينيكتون فات للب المعركة استعمل الالتيمت تبعه قدر ياخد اول كيلو كمل عامل ضغط مطبيعي رينيكتون كنا عم نقول وينك يا رينيكتون فيكس قدر يدخل كمان ويتغلغل اتروكس خلاص ودع المونديال وكاليستا مرتاح ويا سمولي ما بعرف كيف ممكن تنقلب الحسابات لصالح بي ال جي بهالمباراة الشبه منتهية بالضبط انا تكلمت في بداية المباراة انه فريق الصينيين دائما بيعتمد على الفايتات يعني لو لاحظت انه الجيم ده يمكن من اكثر الاجيام اللي بنلاحظ فيها كلات ايرلي جيم دائما الكلات في المباراة الثانية بتحصلها ممكن 5 كلات 6 كلات لكن هنا عندنا 16 كيلو لسه ما وصلنا لل 20 مينيت مارك يعني كاليستا انت اخذ ضدك شخصيات يعني كاونتر لكاليستا لكن ما قاعد نشوف استخدام لا نلاحظ باي تستخدم الالفي ما نلاحظ باي بليدز استخدم الهوك على كاليستا ما نلاحظ انه تالا تستخدم الايد تحاول تسوي ستاب يعني اللعب كله يعني فرايحي كل واحد قاعد يسوي سبلاته وكاليستا تقعد فري هيت فري هيت فري هيت وصلت مرحله يعني خلاص ما حد يقدر يوقف كاليستا مجرد ما انه ريل بجانبه دريل يتعطيه الدبليو خلاص كاليستا مستحيل تموت في الجيم وفي نفس الوقت كنابي هو اللي دائما قاعد يبدا فايتات هو اللي قاعد يسيطر على الجيم هو يعني زي ما تقول الحلقة اللي قاعدة تفوز فريق بليدز ضايع في الجيم بليدز بيحاول يسحب ليش اخذتوني معكم على الوقت انا كنت مبسوط قاعد بالبيت عم بعمل ستريمات عم بلعب عم بتسلى شو اخذتوني ساوي ببطولة العالم انا كنت مبسوط يا جماعة الخير قاعد بالصين هو مو صيني فهو قاعد بالصين مبسوط اخذوه عند الاجانب ما بيعرف يحكي انجليزي قصة طويلة ما هندخل فيها المشاهدين مشان ما يتضايقوا على نفسية بليدز المسكين وبنفس الوقت عم نشوف الجولد ديفرنس هي اسمها الجولد ديف يا حبيبي شوف قديش في فرق بالجولد لك قربوا يوصلوا ل10,000 جولد يعني هن بالطريق 8,000 تقريبا حاليا وحيوصلوا ل10,000 اذا استمر الوضع على هذا الحال بس منذكر كاليستا هو الغنيمة هو كنز الون بيس كاليستا على راسه 700 جولد اللي بيقتلوا يعني 1000 جولد شيء كتير جاب الستاب واتش خلاص يعني خلاص وقف الوقت الساعة خلاص جارفان فات بالتيمت جارفان بيحاول يقطع راسه تاليا ودعت بليدز بيسحبه ولكن خلاص بياخد الكل على فيكس الوقت الحالي ملاحظ انه اتروكس هو اللي دخلوا فيه تي بي تانية جاي الزونيا انقذت لا لحقوا اتروكس عم يحاول يضغط واتروكس عم ياخد كل على كاليستا واخد الشت داون يا الله الشت داون شو كبير جارفان بيحاول يفوت لجوا كمان على كل على كايسا كايسا بتوقع على ايد جارفان بس ما حيطلع منها صعب انه يطلع منها اللاعب اتروكس حاليا عم بيعاني وبعد ما اخد الشت داون مات وجي دي جي ما بعرف شو عم بيصير عم بيصير مواضيع غريبه بليدز لاول مره يمكن يكون شوي فعال هالفايت فعليا هي كلين لثلاثة لمصلحة جي دي جي ولكن بصراحة كجولد اللي اخذ جولد اكتر هو بي ال جي بهاي الفايت اللي صارت وخصوصي انه كاليستا مات اول مرة بهاي المباراة تتوقع انه هيك فايت ممكن تحسن من وضع بي ال جي ولا خلاص هيكون صعب شيء يعني انت خدت شت داون على الكاليستا لكن راح شت داون على اتروكس يعني ما راح مثلا الكاليستا ما راح للتاليه
شخصية يعني شبه يوزلس في الجيم، لكن كريستا صراحة سوى شوية يعني disrespect سواله وعدم احترام، تواجد في مكان هو مفروض ما يكون في، لكن بليز زين يسحب تاني مرة نشوف فايت تاني. اوكي والفايت تاني شغال نعم، وريني بيطلع باخر ثانية بليز عم بيحاول يهرب من ايد جارفان اللي هو قاعد بيقطع بالرؤوس بهالمباراة، بياخد الدبل كيلو بيكمل فايت لجوا، بيحاول يعمل شوية دامج اتروكس بالنص مثل ما اسمولي يوزلس ما بيقدر يعمل شيء، وبنفس الوقت الضغط مستمر من فريق جي دي جي بثلاث كلات على ولا شيء. اذا الثلاث كلات نظيفه تماما، فيكس بحاول يفوت بشكل سريع ويهرب من براسم هالكايسا اللي عملت عليه التيمت، ولكن ما في امل. جي دي جي بلاعبين فقط، بلش البارون وهو بطريقه لياخذ هالبارون المسلح، هالبارون المدرع بدرع الوولدز 2023. هل حيقدر فريق بي ال جي بعد كل هالمشاكل يرجع؟ صار الموضوع شبه منتهي، ودخلنا باحتمالات شبه مستحيله. شوفوا بدايه الفايت كيف كانت، والريني الريني يا أخي يا أخي ما له طبيعي، بعد ما عمل كل شيء طلع سليم معافى ما صار له شيء. هذا البليدز سحب سحب وقال يا ريتني ما سحبته، يا ريتني تركته، يا ريتني قعدت لحالي أكلت زبادي أكلت بروتين عملت أي شيء وما سحبته، لأنه السحبة هي روحت لي حياتي. وانتقلنا إلى دراغون رابع، خلاص 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 عندك يا سمولي، عطيني يا سمولي، وعك تكون قاعد عم تاكل زبادي يا سمولي، شو عم يصير يا سمولي اللي شو عم يصير بالضبط. يعني اللي قاعد يسوي جديدي صراحة انسان بفورمس، قاعدين يلعبوا لعب مو طبيعي، بليد قاعد يسحب سحبات هو اصلا ما في حاجته في الجيم، قاعد يعني قاعد هو يبدا الفايت على اساس انه تيم ممكن يقدموا له سبورت يساعدوه، لكن هو اللي بيبدا التيم فايت على تيم، لكن كراف هنا ممكن يصير له كاتش على الفايت، ممكن نشوف يسوي 1 في 2 يقدر يسويها ولا لا. يا الله كنافي كنافي غير طبيعي، كنافي غير طبيعي، هذا مو كنافي، هذا كنافيات، هذا اكثر من لاعب بلاعب واحد، هذا اللاعب يعني ماسك ساطور بايده ما حدا عم بيقدر يقرب عليه، وبنفس الوقت جي 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 مع البارون بف بياخد البوتلين بياخد الانهيبتر، عم بيحاولوا بي ال جي يعملوا اي شيء، بليدز خايف يسحب حدا، ليك واقف ومستحي ما له قدران يسحب حدا، ولكن انسحب بدل ما يسحب. فريق جي دي جي بيسيطر على المباراة بشكل كامل تماما. اتروكس اتروكس اللي اخذ الشت داون، يا ريته ما اخذ الشت داون، خزلنا الاتروكس لانه ما عم بيقدر يعمل شيء، البوتلين راح، الميدلين راح، الجيم راح، وشو بده يساوي فريق بي ال جي بعد المباراة؟ هل حيتعلم من اخطائه ويرجع لبطولة العالم، ولا هاي المباراة حتكون بمثابة الوداع للنفسية، الوداع للحضور، الوداع للجماهيرية؟ ما بنعرف شو حيصير، بس اتوقع يا سمولي المباراة كانت مسلية نوعا ما، وخصوصا بهذا البليدز يلي عم بيه هلا عم بيبدعنا ويمتعنا بالسحبات البدون داعي، وما بدنا نحكي على حدا ولا نضحك على حدا. انبسطنا كثير هالمباراة يا سمولي، وبتمنى تكون استمتعت معنا انت والمشاهدين. اخر كلمة لك يا حبيبي. صراحة جيم، صراحة جيم اسطوري من فريق جديد، اعتقد كانهم كانوا يقولون لنا هذا كان تدريب، تحس انه من الجيم مدته 24 دقيقة لكن ما كان 24، تحس انه كان 5 دقائق 10 دقائق، قدروا انه ينهوا الجيم. صراحة انسان 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 بيرفورمنس.